بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بكم من جديد لنرحب بهذه الشعارات والأسماء التي انطلقت في شوطها الثامن للقعدان اللقاية المهجنات. تشكلت هذه اللوحة الفنية من الشعارات ومن الأسماء مباشرة مع المركز الأول ليتابع مذخور مع الصدارة حمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري مقدما لشعار المركز الثاني القادم في هذه اللحظات. والمنطلق تابع انطلاقة شواش ناصر بن حمد بن ناصر آل عويره الكربي، هو المنطلق المركز الثالث. وتابع مرضي جابر بن صالح بن محمد بن نصر العامري مقدما مرضي مع ثالث المراكز المركز الرابع القادم والمنطلق. وتابع انطلاقة وتقدم شواش هو الحاضر المركز الخامس. القدوم والحضور هنا الحاضر والمنطلق تابع. وتتابعون داماس بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري هو الحاضر مع داماس مقدما شعار المركز السادس. الحضور والوصول اسم خطير شعار كبير قادم بكل قوة لأتابع. وتتابعون انطلاقة الصيرمي سيف بن علي بن مران الظاهري هو الحاضر المركز السابع. القادم دهام مطر بن غانم بن مسفر المنصوري هو الحاضر المركز الثامن. وتابع الفارس وانطلاقاته محمد بن مبارك بن محمد الشامسي المركز التاسع القادم والمنطلق. وتابع انطلاقة في هذه اللحظات سلهود هو القادم راشد بن مبارك بن محمد الشامسي مقدما لشعار المركز العاشر. ناشب هو القادم محمد بن علي بن سعيد الجحافي. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء الكبار الكبار العودة إلى الصدارة إلى مذخور. وحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري يحتل الصدارة يحتل المركز الأول يقدم لنا شعاره يقدم مذخور مذخور لهذا اليوم مذخور مذخور من يحتل الصدارة. ولكن القادم المنطلق تابع. وتتابعون شواش ناصر بن حمد بن ناصر آل عويره الكربي هو الحاضر ينطلق بشعاره المركز الثالث. القادم داماس بريك بن طالب بن هادي المري. بدأت المعركة بدأ الصراع ما بين الكبار. مرضي قادم جابر بن صالح بن نصر العامري وأيضا القدوم من دهام مطر بن غانم بن مسفر المنصوري. يا هي معركة يا تحدي. ولكن مذخور مذخور ما زال مع الصدارة ما زال مع المركز الأول. الأعصاب البطان ما حركوه. وشواش قادم ناصر بن حمد بن ناصر العويرة الكربية 500
100 متر أخيرة خطيرة. يا مالك مذخور يا مالك شواش، ولكن مذخور مذخور عصاته ببطانه. لا والله تحرك تحرك مذخور، ليتحرك ليتحرك من حبتور. وشواش شواش مذخور مذخور وشواش شواش ومذخور، يا لحظات ولكن مذخور مذخور. اذخروا لهذا اليوم، طار مذخور طار طار مذخور. حمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، سلام يا العامري سلام على هذا الفوز. المركز الثاني شواش ناصر بن حمد بن ناصر آل عويرة الكربية. المركز الثالث السيف مع المركز الثالث، السيف مع المركز الثالث حامد بن احمد بن حمد بن سفر العديني. المركز الرابع، المركز الرابع كندا ماس بريك بن طالب بن هادي المري. والمركز الخامس، المركز الخامس كان سليماني حميد بن مبارك بن مسلم المنصوري. التوقيت الزمني 9 دقائق لحظة وصول، 5 دقائق 59 ثانية، 8 أجزاء من الثانية لحظة وصول. متابعنا الكرام مذخور تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني 5 دقائق 6 ثواني، 6 دقائق 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. المركز الثالث 6 دقائق 4 ثواني بدون أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع.